بعض أقاربي هداهم الله لا يقتنعون أن مصافحة المرأة للرجل الأجنبي غير جائزة، وعندما أقول لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يصافح النساء يردون بقولهم هذه من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إن أقاربي هؤلاء يتصافحون فيما بينهم ويغضبون على من ينهاهم، فبماذا نجيبهم؟ جزاكم الله خير الجزاء. نعم، كما قالت السائلة أو السائل، مصافحة الرجال للنساء التي لسن من محارمهم حرام ولا تجوز، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصافح النساء، وما مست يده يد امرأة لا تحل له قط، وإنما كان يبايع النساء بالكلام، وليس هذا خاصا به صلى الله عليه وسلم بل هو تشريع لأمته. فقد قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فنحن مأمورون بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا وفي غيره، ولا تثبت الخصوصية له في بعض الأحكام إلا بدليل يدل على ذلك، ولا دليل يدل على خصوصية المصافحة من خصوصية عدم المصافحة للنساء الأجنبيات بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون عدم المصافحة لهن محرما على جميع الأمة. جزاكم الله خيرا.